بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما بإذن الله. اليوم في سؤال مهم جدا، هل سينعقد مؤتمر الدوحة لقادة المخابرات في مصر وفي الأردن وفي مصر وفي دولة الاحتلال وفي قطر وفي أمريكا من أجل وقف إطلاق النار وتجنيب في قطاع غزة وتجنيب المنطقة حرب موسعة أو حرب عالمية ثالثة؟ هذا السؤال مهم جدا. وهل إذا عقد هذا الاجتماع غدا في الدوحة هل سيتوصل إلى اتفاق؟ وهل ستشارك فيه حركة حماس التي تتعرض لضغوط كبيرة جدا الآن من الوسيطين المصري والقطري من أجل المشاركة؟ وفي حالة نجاح هذا المؤتمر، أو هل ستوقف إيران ومحور المقاومة وتهديداتهم بقصف العمق الإسرائيلي بالصواريخ انتقاما وثأرا للشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، قائد أو رئيس هيئة أركان القوات العسكرية لحزب الله؟ وفي حالة إذا فشل هذا المؤتمر، واحتمالات الفشل كبيرة، إذا فشل هذا المؤتمر يعني هل ستكون الضربة مؤكدة وسريعة، الضربة من إيران وحزب الله واللي هو كمان أنصار الله في اليمن، هل ستكون هذه الضربة سريعة ومؤلمة جدا لدولة الاحتلال؟ هذه أسئلة مهمة جدا. يعني 24 ساعة القادمة خطيرة بكل معنى الكلمة. والله شوفوا، إذا نجحت إيران في إجبار أمريكا على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة، فهذا شيء عظيم جدا، وهذا انتصار لإيران وإحنا بنشكرها عليه. لكن إذا لم تلتزم إسرائيل فالرد بات حتميا، لأنه إيران أهينت وجرى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في قلب طهران، وهذا انتهاك خطير للسيادة الإيرانية. أنا في تقديري احتمالات أولا مشاركة حماس ضعيفة جدا رغم الضغوط الكبيرة. حماس كانت واضحة، أصدرت بيانا قالت فيه إحنا وقعنا اتفاق أو قبلنا باتفاق مقترحات للرئيس جو بايدن. طيب مين اللي رفض هاي الاتفاقات ومين اللي خربها ومين اللي ارتكب المجازر في قطاع غزة؟ طب هو بنيامين نتنياهو. ومين اللي اغتال إسماعيل هنية اللي كان يتفاوض باسم حماس في القاهرة وفي الدوحة؟ كمان إسرائيل ونتنياهو، لسبب بسيط، لأنه نتنياهو ما بده وقف إطلاق النار، لأنه وقف إطلاق النار إعلان هزيمته. نتنياهو يعني قال من شروط هاي الحرب أنه القضاء المبرم على حركة حماس وكل حركات المقاومة في قطاع غزة، وكمان أنه أكد بأنه لن ينسحب مطلقا من محور صلاح الدين أو محور فلادلفيا الحدود المصرية الإسرائيلية، وقال يجب أن يعود جميع المختطفين الأسرى المختطفين فورا دون أي تأخير. لم يحقق أي من أهدافه هاي ولن يحققها منذ بدأ هذه الحرب قبل 10 أشهر. قلنا لكم، وفي كثير ناس سخروا منا، قلنا لهم أنه هاي الحرب حتطول والمقاومة لن تستسلم، وقيادة المقاومة في قطاع غزة تدير هذه الحرب بإبداع، وكبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا. يعني أنا بس بدي أقول لكم، يعني بعض الناس بيشككوا بيقولوا يا أنت يا أبو عطوان أنت بتبالغ وبتضلك تقول إن إسرائيل هزمت. طيب أعطيكم أرقام، وهذه الأرقام من وزارة الأمن الإسرائيلية وصدرت اليوم. وإيش بيقولوا؟ بيقولوا إنه هناك 100,000 جريح في الجيش الإسرائيلي، 60% منهم من قوات الاحتياط. 100,000 جندي إسرائيلي أصيب في هذه الحرب على مدى 10 أشهر الماضية. الأمر الثاني بيقولوا إنه حوالي 2,800 منهم هذول في حالة صدمة وفي حالة انهيار نفسي كليا، يعني خلص انتهوا. وبعدين معظم الإصابات في الأرجل وفي الصدر وفي البطن وكله، يعني إصابات يعني دائمة وستسبب عاهات دائمة لمعظم هؤلاء الجنود. كمان اللي هو نفس الوزارة، وزارة الأمن الإسرائيلية، قالت إنه إحنا 1,000 جندي إسرائيلي يصاب بجروح بعضها خطير كل شهر.
وهذا هاي أرقام إسرائيلية. طب وين الانتصار نتنياهو؟ نتنياهو بده حرب، هو بده حرب، وبده حرب عشان يجر أمريكا، يخلي أمريكا تخلصها من إيران وبشريحة النووي زي ما خلصتها من العراق واللي هي نهوضه وتكوين دولة عصرية حديثة وأسلحة، أسلحة دمار شامل، أسلحة كيماوية، أسلحة بيولوجية، أسلحة نووية، وبرنامج نووي كان متطور جدا. فهو بده الحرب. فلذلك يعني كيف أمريكا بدها تسيطر عليه؟ كيف أمريكا بدها تجبره؟ أنا في تقديري إحنا عندنا مثل بقول لو بدها تشتي لغيمت، لو بدها تشتي لقطر إلا نقطت، ولا غيمت ولا نقطت على الإطلاق. لما اليوم إسرائيل بيعلن سموتريتش وزير المالية بأنهم سيقيموا مستوطنة في بيت لحم، كمان انه قبله بيوم كان بن غفير اللي هو ذراع نتنياهو الايمن بيروح هو وثلاث الاف مستوطن وبيقتحموا المسجد الاقصى، كمان بنزيدكم الشعر 10 بيوت، يا كمان انه هاي مجزره اللي هي حي الدرج في غزه اللي راح ضحيتها اكثر من 120 شهيد. طيب هاي معقول نتنياهو بده سلام وبده انسحاب هو بيرتكب هذه المجزره؟ هذا السؤال أسئلة مهمة جدا. كمان أمريكا هاي اللي بتبيعنا واللي هو يعني مبعوثيها الآن في المنطقة زي الدود، هاي أمريكا طيب ما هي اليوم أعلنت عن أسلحة وطائرات شبح F-35 وقنابل وزن 2000 رطل و1500 رطل و500 رطل و1000 رطل، هذا اليوم أعلنوها فقط. يعني وتحرك حاملات طائرات مثلا اللي هي حاملة طائرات جديدة وتنضم لإيزنهاور في شرق البحر المتوسط، يعني فرقاطات عسكرية بحرية. طب هذولا بدهم سلام؟ يعني معقول يعني هذا نتنياهو بده سلام؟ بيضحكوا علينا وبيضللونا. والله أنا أتمنى أنه على حزب الله أن لا يتعاطى مطلقا مع هوكشتاين هذا اللي كان مجند في الجيش الإسرائيلي، هذا مش أمريكي، هذا إسرائيلي ومبعوث إسرائيلي. هذا هوكشتاين لما راح آخر زيارة له قبل الزيارة الحالية في بيروت قال بأنه أنا أضمن لكم بأنه إسرائيل لن تقدم على أي عملية اغتيال أو قصف للضاحية الجنوبية. طيب راحت من هنا وصار أرسلت إسرائيل اللي هي صواريخها أو زناناتها أو مسيراتها واغتالت الشهيد السيد فؤاد شكر اللي هو رئيس هيئة أركان القوات قوات حزب الله. كمان يعني إسرائيل اغتالت يعني السيد الشهيد إسماعيل هنية في قلب طهران، يعني كان ممكن تغتاله في بيروت، وكان أنا شفته في بيروت والتقيته، ويعني كان عادي جدا ولا حراسة بسيطة جدا، وكان ممكن تغتاله في إسطنبول، كان ممكن تغتاله في الدوحة، لكن اختارت إيران على وجه التحديد لأنه بدها تفتعل أزمة وتستفز الإيرانيين ومحاولة جرهم لحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تقضي لهم على إيران زي ما قضت على العراق، هذا هو الهدف، وزي ما يعني كمان تآمرت على سوريا وأرسلت المسلحين لتدمير سوريا وتقسيمها. هذه هي الخطة اللي بيسعولها في الوقت الحالي. إحنا يعني أنا في تقديري هذه الأيام أو الساعات 24 القادمة ربما تكون خطيرة جدا. فشل مؤتمر الدوحة أو عدم انعقاده أو تأجيله ربما يسرع بالضربة الانتقامية المشروعة لأنصار الله في جنوب في اليمن ولحزب الله في جنوب لبنان، وأيضا لإيران اللي هي القائدة لمحور المقاومة. ومثل ما قلت هذا رد مشروع لأن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة فشلت في تحقيق أي وقف لإطلاق النار أو للمجازر في قطاع غزة. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة بتكون ربما اتضحت الصورة أكثر، وإلى اللقاء.